السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز أنوار أبل وياكم علي حسين. طبعا اليوم رحت إلى أستاذ عامر مسؤول قسم الجلاس في مركز أنوار أبل وقال اليوم لازم نشد حيلنا وعدنا 14 برو ماكس راح نكون أول اللي يفتحونا بالعراق ويبدلوا له جلاس. الجهاز فتحناه محمد لبس شفوفه وقال أنا قدها وراح أفتح لكم الجهاز وأبدل لكم الجلاس. طبعا هنا محمد عقيل يفحص باللمس مالت الجهاز. طبعا محمد عقيل فتح لنا الشاشة مال 14 برو ماكس وفتح كل الأدرع الموجودة وديناها إلى أستاذ عامر أبل. طبعا أستاذ عامر أبل هنا راح يفصل الشاشة عن الجلاس باستخدام السيم. أستاذ عامر هنا فتح الجلاس مال 14 برو ماكس وخلاها على الفاكيوم اللي هو الحرارة وتثبيت الشاشة. بدأ ينظف بها في الدريل، طلع مادة الـ OCA من الشاشة. طبعا رجعناها أيضا لنفحصها مرة ثانية. طبعا هنا محمد وصل الجهاز بالشحن وراح يفحص الجهاز ويفحص اللمس ويفحص الشاشة كلها. انتقلت وياكم آني إلى غرفة اللي هي كبس الشاشات وديناها إلى محمد عقيل. محمد راح ينظف الشاشة بالأكمل وراح يكبس لها الجلاس الجديد وندخلها بالمكينة لكبس الجلاس على الشاشة. مثل ما تشوفون محمد راح يثبت الشاشة على الجلاس ومن ثم ندخلها إلى ماكينة كبس الجلاسات. دخل الشاشة على الماكينة اللي كبسها ومن ثم نرجع نفحصها ونشد لها الفريم وبعدين نشد الجهاز بالأكمل. طبعا هنا كملت عندنا الشاشة وكمل الجلاس. طبعا هنا رجع ركب الشاشة على الجهاز ومن ثم فحص الشاشة للتأكد من لمسها ومن تأكد من ألوانها ومن ثم نشدها على الجهاز الـ 14 برو ماكس مثل ما موضح قدامكم. وهذا كادرنا، كادر أنوار أبل الجميل، مركز أنوار أبل.